جورج، كريستيان خوري معك من كفر عبيدة. نحنا فاتحين كونسبت بالباترون، كونسبت جديد أول مرة بيفتح بالباترون، هو بوكي بول. سو فاتحين بنص سوق، نص سوق الباترون على الأد. عم نجيب كل شيء امبورتد، سكوتلاند، جابان، من السامن، من التونة، حيفن الرز، السوسيت، كلها سوا امبورتد. بوكي بول اذا بدك باختصار هي سوشي مفروطة بالبول، يعني عندك باز اللي هو لتسي او رز او سالاد، وبيرجع عندك السومو من فوق، كل شيء توبينجز عليها، في عندك سومو، في عندك التونة فوق، في عندك الادامامي بنحطها، بنحط قصص حتى المانجو باينابل، بيرجع بيجي التوبينجز فوق، بيرجع بيجي الصوص من فوق، او بتاكلها او بتشوبستكس او بشوكه. سو هلا بدي اعمل لك اللي هو بس سالينج عنا الكريزي سامون كومبينيشن مهضومه مع طعمه هيك فيوجن طيب كتير، ضروري تدوقها. جابانيز رايس ما بتستعمل حياة رايس لتطلع طعمه منيح. تخيل حالك عم تتمشى بالباترون انت وماشي بالسوق، تنزل على البحر وبتاخذ معك بول اوف فيش اند سالادز. البوكي هو فكره كتير مهمه بيكلوها بهواي، ساعه اجتمعت الكولتشر الامريكانيه مع الكولتشر اليابانيه كلهم سوا اجوا مع بعضهم بالبول يلي one of the best things واحد بيقدر ياكلهم بهواي. بوكي اشتهرت بلبنان باخر فتره، الناس فكرتها مثل السوشي، وين فيك انت تاكل رزات، ادامامي، صوص، فريشنس، لو كالوري، لودد وذ نوتريينتس، وكل لقمه ما بتشبه اللقمه الثانيه، فيها شوي من هاي شوي من هاي شوي من هاي. بوكي از ماي فيفرت اوف ذا واي. حلوة كريمة، صوص بالنص بتحطوا مثل ما انتو بدكن على ذوقكن، ان كان على الخضرة او ان كان على التونة فريش. هالمرة قررت اكلها بالشوكة تفرجيكن، بتنزل لا تحت وبتطلع، بتاخد شوية رز من الكعب والسمك من فوق، بتركب كل لقمة مثل ما انت بدك، فريش انجريدينتس، very good quality. أدكتت ما عم بقدر وقف، سوبر سوبر طيبين، والصوص سيجنتشر صوص فيها على قد السويتنس اللازمة، على قد الحموضة اللازمة، نيكد فيري جود جوب. يلا عبال ما يفتحوا 10 فروع وتشوفوهم بكل لبنان، بالباترون بالسوق الأساسي انت وفيت على اليمين ما بتضيع. في هوا كتير قوي، ما سمك ما في. ما في. نحن خبرناهم خبرية من زمان، بس إنه فين نرجع نخبرهم نذكرهم إياها إنه الليموناده بلشت هون. عندنا. كيف بلشت؟ كيف بلشت يا ريتني عم بطبخ أنا قدامك. يلا خبرني. أنا المرحومة ستي معلمتني كيف بعمل الليموناده، واللي معلمني إياها مزبوط واحد كان اسمه جميل درويش. هو أوكي. الأساس بالليموناد. هو من وين؟ من هون الباترون بوشي هون بيدر هون بالوش. أوكي. أنا كنت حيدر هون. كنت صغير أنا. هون نهار نزل عنا نزل. كانوا بالقديم وبيعوا بوزوا على التلج يعني هو هيك بالبرميل وشو. قبل ست انتبه أنت قاطع على الطريق. هم هو قال لي أنت من وين؟ قلت له من هون. شفت بعدين بده تعطيني قرنبوزة صغير. قال لي انت ابن السوق ابن الساحة من البربري؟ قلت له نعم. اي سنة؟ كان من
1962 شيء او 61 نازل. قال لي تعال تفرج كيف بيعمل الامور. قلت له اعطيتها بتاع معلمتني انا. قال لي لا انا بدي اعلمك انت ابن السياحة. انا ابن السياحة. صار يفرجيني هيدي هاي الحامضة ذكر وهي الحامضة انت. بتعرف وبتهرمهم بتنقعهم بالسكر بريف ويبقى من زمان ما في مكنة كهرباء على مكنة اللحمة بتهرمهم ممانهم صار بتهرم القشرة مثل ما هي مثل ما هي انا هلا بعملها على الكهرباء بهرمها كلها خالصة مثل ما هي بتعصرها بتهرمها كلها كلها هي بتنعصر بينزل الزوم دكور وبترجع بدك تقش هيدا صفيها صفيها مرة اثنين مشان ما يطلع الجمش. وين وين الليمون هذا؟ الليمون هذا وين؟ مش فاكر؟ ايه شلون؟ وقديش ما بتنقعهم؟ بتنقعهم بالسكرات تبعهم؟ بتعمل لهم ايه دي كونتاسيون يعني كيف بتعمل النبيذ؟ بياخذ السكر هو اللي بيعطيك اللون السماكي والدسامة وبيرجع قلبوه انت بتحط لك اخر شيء بحط لها مزاهر نتفة مزاهر بس مزاهر الاصلي انا بجيبه من فوق الى اللي بيعطي الاصافي بحط اسانس المزاهر يعني نتفة مزاهر بتحط لها قنينة وهيك حلو نرجع من بعد ما تطبخ بطبخ يعني اون جرو حطهم بالفريزر ممنوع يظلوا يبرموا اذا بدل تبرم بالمكنات تنزل لانه اسيد اذا مظبوط؟ باترون ايام زمان ياي باترون ايام زمان كنا نحط براد مطرح منك قاعد ونفتح البواب عجلتين ونعبي بالصينية اوكي؟ توقف السيارات هون واحدة واحدة هيدي كانت طريق ترابلس هي طريق ترابلس ما في اوتوستراد ما فيش اوتوستراد كنا نوقف توقف السيارة هون دغري نروح على ليمونات هن الباصات يجوا من ترابلس يجوا يشربوا ليمونات كفو عليهم ترابلس من بيروت يعني رايحة جاية الشغل أحسن من هلا أحسن من هلا بكثير نفتح 24 أي سنة عم قبل الأحداث من 68 جوا 75 ستة لي زني دور أوليبون يعني مضبوطة يعني ستة لي زني دور أنا عشتها أنا 65 جيبي كعك أرشلي جيبي لي الكعكات كعك بصينية هيك تتروقها مع كعك مع كعك ترويقتنا بتبقى كعك وليمونات طعمة رائع رائع بتعرف حامضة بس منا حامضة حلوة بس منا حلوة بتعبي المنخار قبل ما تعبي التم سلسة خفيفة منا سويت ابدا ابدا ما بتحس حالك عم تشرب ليموناده سكر بلا ما يحمد قلبك هذا اصيل مش معقول مش معقول شو طيب اول من اول 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 ما كان نجي على الباترون ما كانت باترون مثل ما اليوم الباترون ونقعد ونتسلى ونضحك طلعتنا على بيتك فرجيتنا بيتك حلو كتير والمنطقه كلها وبعد الباترون طالع طلوع لقدام ان شاء الله تضل هيك بخير فينا نقول صارت لبنان هيك ان شاء الله يا رب منطقه اساسيه على البحر الابيض المتوسط من المناطق اللي فيك تقول مثلها مثل ايانابا مثل ايبيزا افتقلت تقلت بدك كده بيقولوا له كعك ارشلي يلا بيقروا شعرك هاي الترويقه بتعمل شفها طيبة فكرة الليمونادة لجوا بتقلش وبتفقع بقى بتم بتعرف معصيت رايح لكم قصة كبيرة لكم يا رايح بقى عصير بقى السمع عالبولس هذه تروح من أساسها لا روح بولس تروح ما يمشي هذا أربار أسواق صغير أنا راح حلو اليوم يلا إن شاء الله تستأذن صار عندكم صار عنا دوقة من الأشياء بيبلوس دوقة من الأشياء مرسي 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 عن جد شو عرفك اني هون؟ شفتك على الستوري بالبدرون ده كانت ركبت جيت من ترابلس لتشوف لا انفي ربع ساعة لكن نهار جديد ببلش هلا مع خالد بالبدرون مش بترابلس شو بدنا ناكل؟ من امبارح مش اكل في شي سربرايزز بدرون اليوم جريت داي اميزنج داي بلشنا ببوكي وفيتا وعملنا ليموناد ونكفي يلا جاي
بعيد بعيد روح. روح روح فين؟ أنا طالع. شوفير شوفير. نحن داتش هاوس، الكونسبت تبعنا هولندي، يعني كل شيء عنا عجينة امبورتد من هولندا بس بنعملهم هون فريش. اوكي سو عنا الستروب وافل يلي كتير معروفة بنذرلاند، يلي بيجي بقلبها ستروب، هي بتجي وافل رقيقة وبيجي بقلبها ستروب. هلا بدوقك اياها. في عنا البروسلز وافل، بابل وافل، تشوروس وبوفرتشز. بوفرتشز هي داتش ميني بانكيكس. انا عبير، وان اوف ذا بارتنر تبع داتش هاوس. هذا اول فرع لنا، صار لنا سنه هون، فتحنا فرع بالحازميه وسون ان الله راد حيكون في عنا فرع ثالث. وي ويل منشنت لما كل شيء يكون ريدي. عنا ماشينه الستروب وافل، عنا هون الستروب، بروسلز وافل، بابل وافل، بوفرتشز، داتش ميني بانكيكس. حنبلش بالبوفرتشز اول شيء لانه هو اول ايتم بلشنا فيه نحن، ورجعنا كفينا على الستروب وافل ورجعنا جبنا باقي الايتمز. هلا عاده العالم معودين ياكلوا ميني بانكيكس مع شوكليت، بس نحن عملنا ايتمز سيجنتشر لنا، بلاترز سيجنتشر، ما بيجي بقلبهم شوكليت، بيجي بقلبهم ويب كريم، ايس كريم، صوص فروت وفريش فروت. سو هي شوي اوت اوف ذا بوكس. هلا من ذوقك اطيب ايتم عنا يلي هو ستروبري هابن. ما بتجي فلافي، بتستوي من برا وبتجي شوي مويست من جوا، سو منا عاديه. هلا بتشوف التيست تبعها. ستريت فود ماركتس بأوروبا، ستريت فود ماركتس بألمانيا، بهولندا، هول اول اوفر. بقلكم بكل صدق معمولين سوبر صح، لأنه هي جواتها ما فيها سويتنس، عندن محطوط عليها على القد ستروبري، شوية كريم، شوية بوزة هون، سخن مسقع. سوبر 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 جود. سوبر جود. تقعد قديش فلافي قديش خفيفة ما بتعلق. وهيك individual portion تاكل حبة حبة. قديش الانجريدينس فريش وقديش ستروبريز انتهى. سوبر هاي كواليتي والله. طب شابو. هاي دي ون. ناكس تو. خالد ما فيك ما فيك تعملي سكر وحده، بدي خبرك انه في بيسفروك على على نيدرلاند انت وهو قاعد هون. شغله ورا شغله، شوكليت، تشوروز، مكونات عظيمين، كل شغلتهم مضبوطه، صغار وهيك ميك سوبر كرانشي انجويبل بايتس. تبعت سولتي اند سويت كومباين. اند ذن هيدي المشكله على المطارات بتجي اجمالا معموله اوريدي دون.
بتعملها لايف قدام؟ فيري فيري جود. بعرف انه لازم نكون قاعدين هلا على البحر وميو وشمس ونقعد على رواق وننسى الدنيا، ويمكن نقينا الوقت شوي غلط شوي بكثير. اند يت انجويبل، انبسطت كثير بالشورز، انبسطت كثير بالبوفرجز، انبسطت كثير بهيدي هيك كثير طيبه. وبدي اقول لك انه الطعمات اللي عم باكلهم هن زيتهم مثل كانك بالمطار بامستردام من شهرين انا رايح امريكا. اكسلنت كواليتي، فيري جود بالانس، ما في شيء كثير سويت. بتعرفوا انفورشنتلي رح اقولها مثل ما هي، صاروا محلات كل الكريب وكل محلات البايتس بلبنان عجقة لوتس على شوكولا على دارك على 100 خبرية فوق بعضها عجقة ما بعرف شو عم ناكل. هون لا، كل ايتم عطينه حقه، بريميوم كواليتي انجريدينتس، كل وحده وحده، ما في عجقة، ما في خبصة، ما في لو كواليتي شوجر. I'm impressed. I'm really impressed. Very good job. Very very good job. ريحته بتجنن، طعمته رائع. يعني عن جد برافو. اخباري شو بدي خبرك؟ تخبرك اشتقت لك. انا اشتقت لك والله العظيم، اشتقت لك. كيف الشغل؟ كثير منيح. هيدا انطوني بضل بسيركم. نكست قلت لك، نكست بدي اعرفك على ست، ست الستات. ام نصيف. ام نصيف واضح هي ام الكل. واضح حبها كثير. وين ما نشوف بتشتغل لحالها. صح، الله يطول بعمرها. وعنده ابنها بيتفرج عليها بيهيصها، هو تشير ليدر تبعها. ايه ابنها؟ هو بيعطيها معنويات. طلعت من الجراج انت ابنها؟ ايه بيعطيها. بيقعد هون شايف؟ تساعدها طالع من الجراج. طب اسمع، بذوقك منقوشة صاج بتبكي بتبكي بتبكي. انا لها ستني جوعان ما اكل شيء عن جد. عن جد ما اكل. يلا. ابن خالك؟ ابن خالك. ايه. ويعني هجرنا وما عدنا شفناه. من كم سنة؟ من 50 سنة. اوف اوكي. ايه. ايش على عندي؟ مش عارف انه انا ام نصيف بنت عمته. ايه. سامع؟ عم تمزحي. اجى لعندك لانه حضرك؟ ايه حضر على التلفزيون. ايه. وقلت له بدنا نروح لعند ام نصيف. يلا ماشي نطلع لعند ام نصيف. اجوا لعند ام نصيف شافوه. دخل عرفك؟ هو ما عرفني، مرته عرفت. من 50 سنة. واو. هيدا من وراء انطون. شو هي؟ نهي نصيف. دقلة 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 هالخبزات. دوق هالخبزات هالخف. كيف بتبلش؟ بتبلش بتحطلها لبنة هيك، بدك تحطلها منيح، وبترجع بتاخد شوية بيض وتحطهم معها وبتعمل لقمة سحرية. طلع هيك هيك ليه؟ يا مزوق يا مزوق. قول وخبرنا يا مزوق. عجينتها مثل البرشانة، فليكي كريسبي بسكتي. عم تسمعوا ترقش. كل شيء عندها بلدي مقبول. بلح شو قلتلي انت بيترابلس؟ انا ما بغشك يا انتوني، وانا عم بقولك انا ما بغشك يا خالد. اكيد قدو ماما. Oh my god. تعرفت عليها من 3 سنين 4 سنين وكانت ساعة خير. بعدها قديش انشهرت، الناس عم تجي لعندها، بيجوا لعندها من كل بلدان العالم.
بعدها نوعيه نوعيه، بعدها بتشتغل وحده، بعدها النفس نفس. نكست يا خالد زعترات. ريحه شفت زعترات عن جد الريحه. لا يا عمي مره غير شكل. انا حسه قبل ما يرجع على دبي رح يرجع يعمل له زياره وحده. اكيد معقول يا جماعه بعد في بركه، بعد في ناس بتشتغل بضمير، بعد في ناس بتشتغل بقلب، بعد في نفس، بعد في محبه. اذا عم تحضرونا برات لبنان وما عم تحضروا الا اخبار، احنا هيك عايشين، عايشين على البركه وبالضيعه والقمه الطيبه والناس الطيبين والكرم والمكونات ما تغيرت. اذا عم تحضرونا برات لبنان روحتوا عليكم صيفيه، بس ما راح اقول اكثر من هيك. ايه والله روح عليهم صيفيه بتعقد عليكم كل ميديا. صيفيه رائعه. معقول؟ واو سوبر جود كواليتي تشيز. هاي بتسكر الطريق. ايه يلا نجرب. Enjoying it as always. خليك بس معي على الخط. معك. ما تسكرها بليز. معك. لأنه تنكملها 100% بدك تعملها. تجيبني على مطعم طيب وكمان بتدلعني بتقسلي الم... لا 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 هيك شكير. هيك شكير. بدها هيك نص حبة. هلا بتلف. ليك شو صار عنا؟ عنا الأسيديتي تبع لبنة. نعم. طعمة البيضة الطازة غير شكل. سويتنس تبع البندورة، قرشة الخبز البرانية وبتطير وتعليك على الواحد من الحديث شبعت. واو. دلل الدلل. طيب انت هون بلبنان. هاي أنتوني، أهلا وسهلا بكير عن جديد. كير روف توب فوق كلودو فينيكس، قد البطرون، فيو على البطرون كلها، ضياء لحولينا وضيعتنا الحلوة ورانا. اليوم حابين نحن وياك نجرب شي جديد ونطلقه سوا، اللي هو إيطاليان بيتزا، اللي قررنا أو بالأحرى الشيف هو اللي أخذ هيدا القرار من بعد ما كنا عم نجرب شو بدنا نعمل وكيف بدنا نشتغل وكيف بدنا نزيد البيتزا عنا هيدا السنة. من زيرو اكسبيرينس، من ولا مرة حدا عامل عجين، لا من بعد يمكن شهر ونص ترايلز بكذا نوع طحين بكذا طريقة بكذا ريسيبي بقصص نتبشنا عليها، صار في عجينة شيف على هيدا. شفت وين جبتني؟ شفت قديش كان شوب تحت وشفت قديش برود هون. اوف اوف اوف، يعني عنده هالشعرة الوحدة عم تطير بس تشوف. ليك انا ما عم بحكي على البرود، انا عم بحكي على الستريس، على 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 السيريتي، على القعدة الحلوة. ما ضروري ينتظر سانسات. فاي هوا هوا برود بحر جبل. نحن بنشوف الباترون والباترون ما بتشوف حاله. كيف هيدا المي الزرقاء هون بتبين معك؟ ايه كيف فكن شو بيتزا. انا شفت صورة. خلص انا معك خلص تليفوناتك. هاي أنتوني كيفك؟ نحن بكير معك شيف ألان. اليوم عم نعمل لك بيتزا، هي بيتزا إيطالية بس لبنانية هنكون عم نعملها. جربت كتير يعني على كذا شغلة، آخر شي زبطت معي هيدا الفن. من حدا ما بيعمل بيتزا بحياتي، من حدا من عامل شي بحياتي بيتزا، هلأ عم بعمل إيطاليان دغري بيتزا. اف لك ريحة الخميرة والتخمير بيوتيفل. خبرني شوي تفاصيل، كم ساعة؟ بتاخد شغل 3 ايام. عندي تخمير اقل شيء، يعني عندي عم بحكي ب 72 ساعة عم بعمل. بشتغل فيها يومين بس وخلص، انا ما بقعد اشتغل فيها. هي في اشتغل فيها، في اعمل فيها فوكاشيا اذا بدي، في اعمل فيها ساوردو، في اعمل بدي
بس هي افضل شيء اني اشتغل فيها من بعد التخمير يومين. شخص ما بيعرف كان بالبيتزا ابدا وما بعتقد مسافر على ايطاليا. انا برجي من مخصوص من طرابلس لهون. بيقدر يوصل يعمل هذا الشيء فلافي ريتش صوص طماط كثير منيحه اسيدك. هي صوص طماط طيب 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 وجميل طيب. Very good job. كثير هوايات روعه 24/7 منظر حلو كثير. 5 minutes من الباترون مع فيو على البحر سانست من هون بياخد العقل. لحمه فرجيكم اياها قبل، سامن فرجيكم اياها قبل، وهلا بيتزا واكيد البار ودرينكات تبع معلم داني. استاذ خالد هيدا العيون هيدا الكوكتيل مشتاقه لحياتي. شم الريحه. ليش بدك اياني كذب؟ انت اللي كشفته. ما عرفت انا قلت ارفق انت قلت مسكي. طيب كير صار عنده بيتزا. خبرتكم عن كير المحل اللي مع فيو غير شكل سانست بار اند واين بار بيطلع على الباترون. قعدنا عند كير، جينا مع العائله عند كير مع الاصحاب مع الاولاد، اكلنا سامن روعه، اللحمه عنده عظيمه، البريل جوتشيز وغيره غيره. اند ذن سربرايز سربرايز كير صار عنده فريش ايطاليان بيتزا. مشغوله صح كريمه 72 ساعه بترتاح بتنفخ منا تيشة. شاف ألاع عم بيعمل شغل روعة. يلا خالد بدنا نروح العجينات مشي بعد معي، رح نمشي من الباترون. شو بدك حيني؟ على حالات؟ بتعمليني كراب نتلا غير شكل ملعبت اللي بعد عشتال. مين وايل تفرجوا الأجواء الحلوة على البحورة بلبنان.
اسمي مازن، وانا وخيي فتحنا كراب شوب بالفيدار اسمه ديزرت. هو مش بس كراب شوب، في وافل، في كراب، في كوكتيل، في فريش جوسز، وعم نبلش ننزل جابانيز كراب والاوت اوف اذر ايتمز. تحلايه اللي بخلص غدا بده يتحلى بيجي لعنا قاعده حلوه بوجه البحر دغري. بلشنا صرنا 2 مانث، هيدا الثالث. بنعرف بعض من زمان من ورك انت بغنى عن التعريف يعني. واهلا وسهلا بالجميع اللي بحب يجي. السيجنتشر ايتم هي ذا بيجست كراب حتى كذا اليوم. وحنعمل وافل كوكتيل كراب. بروفيشنال، سريع بحركه الايد. رح نعمل هيك. لا مش هين. متركع. رح نعمل هيك ونشتغل عجل. ناخذ هيك. رح نحط له نتله من هون. عم توزعني سرتي قد ما لازم. اوكي؟ رح ناخذ الماوس. الحقني. 1 2 لا لا مش معقول. اوكي رح نظبطهم كلهم سوا هون. رح ناخد نكزة من هيدي نعملهم هيك. رح نعمل هيك. واو. رح نعمل هيك. ورح تاخد انت يا خالد كريب محمصة منيح، مستوية منيح، محشية منيح، تاكلها هيك وبتتمشى فيها من هون تترجع على طرابلس، وإذا وقعت على الطريق هيك ما بضيعك بالحق. تفضل. ميرسي. عجينتهم رائعة رائعة. بتعرفوا ما رأي اخد شي تاني، بس هفك العجينة تفرجيكم قدي مرتاحة، قديش خفيفة، قديش قرشتها حلوة. ما بتعلو مثل عامل سكر. الشبيبة عاملة شغل كتير حلو. انا بعدين كل واحد يركب ما بده ويحط الاخبار اللي بده اياها. From a simplicity perspective يعني هي ان كان كراب وان كان وافل. نهار طويل، نهار طويل بس خلص 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 على الأربعة بعد الشمس كتير قوية. بلش الساعة 8 الصبح. تعرفوا من بعد ما برمنا بترابلس وعملنا 20 وقفة أكل بنهار، هول تبع اليوم كانوا عادية خفيف. بس انبسطنا كتير خالد، عن جد اشتاق لك. أنا هاي رح تكون آخر مرة تشوفك. وأنا كمان رح اشتاق لك. See you in Dubai soon definitely. برمي سريعة خفيفة لذيذة، فرجتكم أجواء نهار السبت والعالم وين ما كان. بترون الحلوة، حالات جبال، وكير اكيد مع الهوايات الغير شكل. انتبهت الفرق بين الشوب هون والهوايات عن كير؟ كير برود. يا ريت ترجع تطلعني على كير. ياب ياب ياب. ما نمشي على بيروت. يلا نروح لهم باي. اخي انت صرت اخي طبعا اهل طرابلس الكريم
كرم بدمك ما بدك ياني ساعة طرابلس إلا ما تحملني وتطعميني وقفي بونس جبته من طرابلس لأكل بوز عند جميل دو من طرابلس عجبني ولا ممكن أعرف هالمحل ولا ممكن أكمش ولا سمع فيه بس شديتني إنه عم استعمل حليب فراتاترا حليب أرصاب تذكرت انه اكلت البوزه بس ما خبرتكم على البوزه. طيب صرت قاطع عن جميل دو عده مرات، عن توني اللي بحبه كتير بهيدا الشارع الصغير على طريق جوني انتو رايحين صوب بيروت، يحيي الارمه وما بتضيعوا موجود على جوجل مابس. فبعتقد بخبركم الف مره انه بحبه كتير وبحب البوزه تبعه، وبعتقد انه خالد وفقني الراي. شو بيك دايب انت؟ شو عم سمعك دايب؟ اول مره بحياتي باكل كورن كامله. لا اول مره بحياتي باكل كون كامله. بعد ما الكون كامله جيبوا لي شيء اسمه عصير الورد بيعملوه هن، بس لا هيدا الكريشنز هون يعني فيها حامض معبوزة على حامض خيال. لا انا حاسك رح تجي توطع على هيدا الكرسي 100%. وهول هن بعقدوا بحبهم كثير. يلا بنوقف يا جماعه، تفضل. هالمره جود باي، سي يو سون.